الملف اليمني كان الابرز بعد المؤتمر الصحفي الذي تابعناه للمتحدث باسم التحالف بالاضافه الى بقيه الملفات الاخرى التي سنناقشها على مدار الساعتين القادمتين من الاخبار الليله ولكن نبدا بالعناوين التحالف يؤكد ان سفير ايران حسن ايرلو كان يقود عمليات الحوثي وان ايران تغذي الفكر الطائفي في المنطقه تحالف دعم الشرعيه يعرض صورا لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيا الحوثي على اطلاق المسيرات المفخخه. عشيه استئناف مفاوضات النووي، رئيس الاركان الاسرائيلي يوعز للجيش بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل ضد ايران. جلسه حاسمه للبرلمان الليبي غدا بشان الانتخابات ومجلس الدوله يحذر من عدم اشراكه في القرار أهلا بكم نبدأ بالملف اليمني الذي انتقل في جزء كبير من صراعه إلى محور آخر بالصور والخرائط والتسجيلات الموثقة أكد تحالف دعم الشرعية إدارة إيران وحزب الله اللبناني الإرهابي للمعارك في اليمن وتحويل المقار المدنية لقواعد عسكرية متحدث باسم التحالف العميد ركن ترك المالكي أكد أنه لا مصلحة للسعودية ودول الخليج سوى إعادة الأمن إلى اليمن وأكد التحالف أن نظام إيران زرع خلاياه التخريبية في مختلف الدول العربية من اليمن إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق وأن ميليشيات حزب الله والحوثيين هي مجرد أدوات بيد النظام مشيرا إلى أن أهداف التحالف في مطار صنعاء تضمنت سكن المدربين والمتدربين ومخازن المسيرات بناء على معلومات استخباراتيه دقيقه واستعرض التحالف بالادله صور وتسجيلات تظهر تورط خبراء من حزب الله الارهابي في العمليات العسكريه وتفخيخ المسيرات وتدريب عناصر الميليشيات الوحيدة لوصول الدعم السيد حسن مبارح حكي بتمنى الجاهد باليمن هيدا لما شاف تراجعكم بالجبهات وصول العدوان لما تعرف لكم قبل العدوان هيدا شروع اللي لو ما الأمم المتحدة للهدنة اللي صارت كانت الحديدة صارت من ايدنا مشروعنا أكبر من هيك خلافات نحن تركنا كل شيء ورانا ودينا لنوقف معكم حرب السورية قربت تنتهي والمجاهدين اغلبهم راح تيجي اليمن اذا خسرنا البحر ما راح يوصل لا دعم ولا مجاهدين لعنا بدنا حشد كبير من المجاهدين وبدنا نرتب صفوفنا لمنع صوت الحديده بشكر خير ابو علي على المجهود يلي عمله لترتيب الصفوف وحل الخلافات ومن خلال تواصل يدي معنا اكدوا ضروره سيطرتنا على البحر الاحمر سباق شباب متحدث باسم التحالف قال ان السفير الايراني السابق لدى الحوثيين كان يقود العمليات العسكريه في مارب ولكن الميليشيات الحوثيه رفضت كافه الجهود للوصول الى حل سياسي شامل. نعم هناك متغيرات جيوسياسية في المنطقه هناك املاءات من النظام الايراني ونحن نعلم بتواجد الايرانيين وحسن ايرلو كان يقود العمليات العسكريه والتخطيط للعمليات العسكريه في مارب ورفضت كافه الجهود الوصول الى حل سياسي شامل. لا تزال المبادره موجوده على الطاوله تحقق الامن والاستقرار وانهاء العمليات العسكريه في اليمن. ملكي اضاف ان ميليشيات الحوثي خزنت الصواريخ في الاحياء السكنيه واتخذت من المدنيين دروعا بشريه. هذه الفتره اتخذت الميليشيات الحوثيه الاحياء السكنيه والتجمعات السكانيه سواء في العاصمه صنعاء او المحافظات الاخرى اللي هي واقعه تحت التهدئه في عمل ورش التصنيع للصواريخ البالستيه الطائرات دون طيار، ايضا ورش الالغام باتخاذ المدنيين كدروع بشريه. نحن لدينا رصد مستمر وعلى مدار الساعه لتحركات سواء كان الصواريخ البالستيه، الورش التي تم استحداثها داخل الاحياء السكنيه او اتخاذ المدنيين كدروع بشريه. سأناقش هذا الموضوع بالتوسع مع ضيفي الكريمين معي من لندن محرر الملف اليمني في جريده الشرق الاوسط استاذ بدر القحطاني، استاذ بدر اهلا بيك، من بيروت الكاتب الصحفي الاستاذ حنا صالح اهلا بيك استاذ حنا. خليني ابدا مع الاستاذ بدر القحطاني، استاذ بدر بعد المعلومات التي خرجت وذكرها العميد تركي المالكي انتقل التحليل الذي كنا نتناوله في وسائل الاعلام الى توثيق. الى مصدر رسمي موثق وبالتالي تحديدا مع لبنان كدوله ما الذي ما هو الذي سيترتب على هذا المؤتمر الصحفي كيف ستتعامل دول التحالف دول الخليجيه الدول العربيه مع لبنان التي خرج منها فصيل او ميليشيا تهدد الامن الوطني والامن القومي للدول العربيه المجاوره مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم المشاهدين. اعتقد ان ما ورد اليوم من اثباتات وادله كما تفضلت ربما فسر ايضا موقف السعوديه الاول من لبنان. الامر الاخر اعتقد ان الحكومه اللبنانيه لا قرار لها بوجود فصيل يسيطر بالقوه على القرارات وعلى الدوله بشكل عام والان هو يأخذها شيئا فشيئا إلى المزيد من التصدعات سواء مع السعودية أو مع دول المنطقة الأخرى اليوم شاهدنا مؤتمرا حمل العصا والجزر لم يكن فقط يشتمل على الأدلة والبراهين بل حمل رسائل مهمة جدا سواء لأهالي صنعاء سواء للميليشيات الحوثية سواء للفصائل الإيرانية وعناصر حزب الله سواء المرتبطين مباشرة بالحوثيين أو من هم في القيادات أعتقد أن هذا من أفضل المؤتمرات الصحفية التي شاهدناها في الفترة الأخيرة للتحالف كان هناك أرقام كان هناك معلومات كانت هناك خرائط دقيقة جدا لمسألة صنعاء وكيف استطاع التحالف أن يراقب بدقة شديدة سواء من الجو أو من الأرض لكن استاذ بدر نقل الـ نقل الـ الـ المعلومات المهمه التي جاءت في المؤتمر نقلت المعركه او الصراع من صراع ما بين ميليشيا حوثيه في اليمن الى صراع مع اذرع متكامله، يعني وجود عناصر من حزب الله اللبناني في اليمن ينقل الصراع من مجرد صراع يمني الى صراع اقليمي بشكل كامل وبالتالي المؤتمر يترتب عليه مواقف وإلا ما أهميته يعني المواقف هل ترتقي إلى قطع الدبلوماسية قطع علاقات إلى مساءلات في جامعة الدول العربية في اتجاه وجود لبنان كدولة مش كشعب أعتقد أن المتحدث باسم التحالف كان براغماتيا بما فيه الكفاية هو لم يتحدث عن الحكومة اللبنانية ولكنه أكد أن حزب الله يتحمل المسؤولية كحزب أو كتنظيم لأن كل الاعتداءات التي عرضها التحالف هي تستهدف المدنيين اليمنيين والسعوديين بالمناسبة هي ليست المرة الأولى التي تعرض فيها مقاطع فيديو لعناصر من حزب الله تدرب عناصر حوثية ولكن اليوم اجتمعت مسألتين مهمتين الأولى هي وجود عناصر حزب الله في مطار صنعاء بالتحديد الذي كان يتباك الحوثيون قبل يومين بأنه خرج عن الخدمة ولم لم يخرج عن الخدمة الذي حدث كانت هناك مجرد ضربات نوعية وكانت محدوده قرب المطار وشاهدنا في الخرائط كيف كانت قاعده الديلمي اصلا تستخدم وايضا بعض المرافق التابعه للمطار المدني لا اعتقد ان هذه الخطوه مهمه جدا والاهم من ذلك هو استطاعه التحالف الى الدخول الى اجتماعات الحوثيين هذا ما عرض لا أتخيل ما هو او ما هي كميه المعلومات ومقاطع الفيديو والاختراقات الموجوده لدى التحالف ولم يعرضها بعد طيب استاذ صالح متابع جيد لهذا الملف وما كتاباتك يعني كبيرة في هذا الموضوع بروتوكوليا أستاذ حنا الموضوع يتعلق إذا ذكرت مواطنين في دولة معينة فلا بد أن يكون هناك تصرف بروتوكولي من الرئيس إما أن ينكر وإما أن يعتذر وإما أن يوضح توضيحات الرئيس اللبناني مطالب الآن بالرد أو باتخاذ موقف وبالتالي إدارة الدولة غير اداره اي شيء اخر بغض النظر عن مواقفه هي وتحزباته مع حزب الله كرئيس دوله، ما هي ما هو المطلوب لرفع الحرج عن لبنان؟ ما هو المطلوب للفرق ما بين التصرف السياسي والتصرف تجاه شعب يحترمه العرب ويحبه ويقدره هو الشعب اللبناني؟ مطلوب ان تكون لنا سلطه مستقله، رئاسه مستقله تولي مصالح اللبنانيين ومصالح لبنان او الأولوية المطلقة عندها تكون العلاقات على أفضل ما يرام مع الأشقاء العرب ومع الدول التي على الدوام حضنت لبنان وأقصد دول الخليج السعودية ومجموعة نعم. مجلس التعاون الخليجي. ما حدث اليوم كبير الأهمية. م. هناك اتهام مباشر لفريق لبناني موجود في البرلمان وفي الحكومة ومهيمن على مفاصل القرار ينظم حرب عدوانيه تستهدف المدنيين في السعوديه وفي وتوسيع الحرب في منطقه الخليج ومنع الوصول الى حل في اليمن بدون شك ونحن في قلب ازمه كبيره تسبب بها هذا السلوك من حزب الله مع السعوديه ودول الخليج وهناك كانت جهود تبذل من جانب الحكومه من جانب رئيس الحكومه وصلات مع العرب ومحاولات تهدئة في الداخل أه مثلا الخطوة التي اتخذت بشأن مجموعة أه جماعة الوفاق البحريني. إلى آخره أه الآن تعقدت الأمور أكثر نعم. لا أعتقد أن الرئيس اللبناني سيقف وهو سيلقي كلمة يوم غد الاثنين م. سيقف عند الموضوع أه هاجس الرئاسه اللبنانيه بكل اسف تتصرف كفريق منذ فتره غير قصيره هاجس الرئاسه ان تؤمن الغطاء الكامل لكل ممارسات حزب الله مقابل مكاسب سياسيه لفريق محدد المؤسف ان اختطاف الدوله وهذه الممارسات من جانب حزب الله ما كانت لتكون على هذا المستوى وبهذه الصوره لو كانت الرئاسه تمارس دورها لو كانت الرئاسة محررة من هذه الهيمنة التي تسعت وتعمقت منذ العام 2006 <applause> طب استاذ معلش حينما يعني العميد تركي الملكي سئل هذا السؤال وقال يعني ننتظر ماذا سيفعل اللبنانيون انفسهم وبالتالي هنا السؤال في اعتقادك ما هو الاجراء الذي يمكن ان يحدث لانه الموضوع شديد الدقه وشديد الحساسيه انت امام دوله بمؤسساتها تتسبب في الاضرار بالامن القومي لدوله شقيقه وهي المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج، سواء بالاسلحه او بالمخدرات، وامام شعب يتبرا تماما من سلطته المختطفه لفصيل معين، وبالتالي لو الجامعه العربيه اتخذت موقف ضد الدوله سيكون هناك ضرر على الشعب، ولو الدول الخليجيه اخذت موقف ضد الدوله المختطفه سيكون هناك ضرر بالنسبه للشعب، وبالتالي اي طبيب ذلك الجراح الذي يمكن ان يحدث هذه الجراحة دون أن يضر بالشعب أي تصرف سياسي ممكن قبل أن أس... قبل أسابيع قليلة كان هناك حديث تم تسريبه لوزير الخارجية وسعى لمنع نشر الحديث إلى آخره وأعتقد أنه قد أزيع جزء منه على الأقل عبر قناة الحدث والعربية وغيرها في ذلك الحديث كان هناك وضوح لا نستطيع ان نطلب شيء من حزب الله ان يتدخل او لا يتدخل. نعم. هذا ممثل السياسه الخارجيه للبنان وهو من ابرز ممثلي ميشيل عون في الحكومه وهو ممثل للتيار البرتقالي ان صح التعبير م. في الحكومه. المشكله اننا في لبنان في حاله انشطار كبير بين منظومه سياسيه. تغطي حزب الله وبين اكثريه لبنانيه تلتقي على مطلب استعاده الدوله المخطوفه هناك مكابشه فعليه وحقيقه لو اخذنا مثلا موضوع العجز عن الغاء التحقيق في جريمه المرفا العجز عن ابعاد قاضي معين العجز عن تنفيذ كل الخطوات التي يريد حزب الله هذا يبين حجم التاثير الشعبي لكن التاثير الشعبي الموجود اليوم الانقسام الحاد الموقف الشعبي للدفاع عن مصالح اللبنانيين مصالح المقيمين والمغتربين الاصرار على المشاركه في الانتخابات من اجل التصويت العقابي كل هذا لا يجد اي ترجمه له على مستوى السلطه نحن امام حكومه محاصصه طائفيه غنائميه شكلها حزب الله شكل الحكومه حزب الله وجاء بنجيب مئاتي لرئاستها، يسعى نجيب مئاتي لاخذ مسافه كي يستمر يتحدث مع العالم ويحاول بالحد الادنى بعض الخطوات، لكن مشكوك به ان تقدم الحكومه على اي خطوه، القرار موجود فعلا بيد حزب الله. طيب أستاذ بدر القحطاني أنا يعني أعرف أنك متابع للملف اليمني في جريدة الشرق الأوسط وبالتالي أريد أن أناقش معك محور مهم أشار إليه العميد ترك الملكي وأتعلق بفكرة الانشقاقات داخل الميليشيا الحوثية واغتيال إبراهيم الحوثي دليلا على ذلك وأنه فكرة الأربعين الموجودين في القائمة ليسوا بعيدين عن المملكة ولكن المملكة أو التحالف يراعي القوانين الدولية في هذا الأمر يعني ثمة لغة تتعلق بأن هذه الميليشيا تنخر فيها سوس الانشقاقات في الداخل بشكل كامل كمتابع لهذا الملف إلى أي حد يمكن أن يكون هناك تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يعني بكل تأكيد أي عصابة أو أي فصيل لا يمثل دولة وكل الطريقة التي يحكم بها هي طريقة طريقة مجرمين، من المؤكد ان هناك الكثير من من الخلافات الداخلية سوف تحصل، نشرنا ذلك واذعتم في العربية والحدث الكثير من هذه الخلافات، ولكن ما لفتني للاجابة على السؤال مسألة اعلان العميد المالكي موضوع خفض التصعيد في العام 2019 وهذا ما كنا نقوله دائما على شاشة العربية والحدث أن العام 2019 تزامن مع نهاية العام 2018 اتفاق ستوكهولم ومن بعد ذلك كان هناك خفض للتصعيد التحالف اتخذ خفض التصعيد هذا دعما للحل السياسي وليس ضعفا وفي المقابل التزم ضبطا للنفس عاليا جدا جدا تعرض لأكثر من ألف هجوم سواء بالصواريخ البالستية أو عن طريق الطائرات المسيرة والمفخخة تعرض المدنيون والمواطنون والمقيمون على أرض السعودية إلى القتل إلى الإصابات مقابل ذلك لم تتخذ قوات التحالف خطوات الاستجابة الفورية ولا نسميها هنا خطوات رد الفعل هي خطوات استجابة فورية لكل هجمات إلا منذ الخامس عشر من نوفمبر الماضي وهذا دليل على أن التحالف لا يتعامل بردة الفعل ولا يتعامل بالعاطفة هو يتعامل بالعقل بالاستراتيجيات بتغليب المصلحة العامة لليمنيين أولا وحماية المواطنين والمقيمين على أرضه آه آه هذه آه امور لا اعتقد انه سينافس لكن فيها فيها لكنه هل آه اعطى هل الحلول السياسيه الاولويه طيب اعطى الحلول السياسيه الاولويه لكن يعني الا يعتبر هذا المؤتمر براءه ذمه بمعنى ان اقدم التحالف على اي تصعيد او اي ضرب او اي تصفيات فهو يعني آآ آآ قد اعلن البراهين والادله التي تؤهله لفعل ذلك يعني يعني هل نتوقع الفترة القادمة أن يكون هناك فعلا ضرب بيد من حديد من قبل التحالف؟ اعتقد أن حتى مسألة التصعيد اعتقد أنها مبكرة حتى اللحظة لأن كل العمليات التي نراها الآن هي عمليات استجابة فورية لكل الضربات الإرهابية التي يحاول عن طريقها الحوثيون الهجوم على المناطق السعودية لا بد ألا ننسى أن الهجوم على مناطق مدنية سعودية هي عملية إرهابية لا تدخل في إطار الأزمة اليمنية لا. الأزمة اليمنية هي في الجبهات وفي الميدان بين الحكومة اليمنية وبين الانقلابيين مسألة إذا سمحت لي فقط بشرح هذه النقطة سريعا علينا أن نضع صورة الأكبر منذ بداية العام كان هناك زخم للحلول الدبلوماسيه، تلاه تصعيدا حوثيا لم يتخذ التحالف او الحكومه اليمنيه اي عمليات هجوميه على الاقل منذ مطلع العام، في المقابل حتى زعيم حزب الله في اكثر من خطبه لا كان يحرض على دخول مارب وقتل اليمنيين والسيطره على مارب، استمروا طيله العام يحاولون ان يدخلوا مارب، حاول حسن ايرلو الذي كان يقود عملياتهم بحسب ما قال المتحدث باسم التحالف اليوم وفي الاخير راينا ان ايرلو قتل سواء بضربه من التحالف او بطعنه من الداخل الحوثي او فعلا كما زعم الإيرانيون بكورونا في الأخير ده قتل إيرلو أو مات إيرلو وبقيت مأرب فالسياق الأكبر للصراع هو أن الحوثيين هم الذين صعدوا وهم الذين بدأوا بالانقلاب فبالتالي أعتقد أنه من المبكر جدا أن يصعد التحالف لأن تصعيد التحالف سيعني أن هناك اتخاذ عمليات هجومية على غرار تحرير عدن ومأرب والعمليات التي سبقت الحديدة في اتفاق ستوكولم وأعتقد أن هذه فرصة مهمة جدا هذه الدربكة التي سوف تحصل امنيا داخل الحوثيين اليوم آه قد آه تكون في سياق الضغط الذي يمارسه التحالف وهو ضغط عسكري وليس حلا عسكريا حتى ينتهي الحوثيون في الاخير الى وقف اطلاق النار والتوجه الى طاوله المفاوضات وهذا ما مع. يحتاجه 30 مليون يمني في هذه الفتره الراهنه بدر القحطاني المحرر الملف اليمني في جريده الشرق الاوسط استاذ بدر شكرا جزيلا لك استاذ حنا صالح شكرا جزيلا الكاتب الكبير استاذ حنا شكرا جزيلا استاذ حنا أخبار الليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل إسرائيل تؤكد أن حزب الله لم يرد على هجماتها على مواقعه في سوريا هي من سوف يتجه اليها الشعب واما ان يدعمها او يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح، هذه الخطوه كيف يمكن ان تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبه كبيره في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن التوافق متاخر جدا. هل يمكن ان نقول لكل اقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وان جرت بشكل مخطط لها لن تكون نهايه الانقسامات ونهايه الازمه في ليبيا. كل الحلول السابقه ساهمت في مزيد من التشظي والانقسام هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسم مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا وعز رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال لفيف كوخافي بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل في إيران بحسب ما أفادت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تعديلات على البرامج التدريبية والتأهيلية للطيارين والملاحين. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل وإطلاق التهديدات تجاه إسرائيل أيضا وإجرائها تمرينات عسكرية تحاكي تدمير مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل. هذا ونقل موقع والا الاسرائيلي عن مصدر امني ان الجيش الاسرائيلي قصف عشرات الاهداف التابعه لميليشيا حزب الله اللبناني في سوريا وفي المثلث الحدودي مع الاردن خلال السنوات الثلاث الاخيره وبحسب الموقع فان المصادر اشارت ان الجيش يحتفظ بمستوى عالي لردع حزب الله واوضحت مصادر رفيعه ان حزب الله لم يرد على الهجمات التي تعرض لها الامر الذي منع الحزب من تثبيت مواطن قدم له في جنوب هضبه الجولان والمثلث الحدودي مع الاردن واشار اخرون الى ان ميليشيا حزب الله وبدعم من ايران كانت تستعد لهجوم مستقبلي على اسرائيل انطلاقا من الاراضي السوريه معي من القدس المحلل السياسي ايلي نسان ايلي مساء الخير ربما في اسئله تتعلق بما طرحه رئيس الاركان بدعوه التحضير للهجوم على ايران هل يمكن الأخذ هذه الدعوة على محمل الجد يعني التوقع الحقيقي أن فعلا نحن أمام ضربة محتملة متوقعة قريبا من قبل إسرائيل على إيران سيدي أنا أريد أن أستذكر بأن عندما أنهى وزير الدفاع جانت مشاوراته واجتماعاته مع صانعي القرار في الولايات المتحدة في زيارة الأخيرة وبشكل خاص مع وزير الدفاع الامريكي اوستين عندها طلب وزير الدفاع من رئيس اركان جيش الدفاع ليتهيأ لامكانيه استهداف المفاعل النوويه الايرانيه مم. وانا اقول ان هذا هذا التحذير او هذا الاعاز من قبل وزير الدفاع لرئيس اركان جيش الدفاع ياتي بسببين السبب الأول ربما جانس وزير الدفاع خرج وهو خائب الأمل من الموقف الأمريكي لأن الولايات المتحدة لن تعتزم اتخاذ أي قرار عسكري أو حربي وهذا القرار غير مطروح بتاتا على مائدة المفاوضات وكما قالت كل المصادر الامريكيه نحن نختار في الدرجه الاولى نختار المسار السياسي رغم انه نفد الصبر الصبر مم. الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي طيب. ما راينا في الايام الاخيره على سبيل المثال وفي وفي المقالات التي قرأناها اليوم في صحيفه كهان الايرانيه هناك موقف بان ايران مصره على قرارين القرار الاول هو بان على الولايات المتحدة أن ترفع كل الإجراءات الاقتصادية المفروضة منذ 2015 العقوبات ثانيا بكل العقوبات إجراءات الاقتصادية وطبعا العقوبات نعم. وثانيا بكل ما يتعلق بكرا... بالكراج بالمفاعل في الكراج وهم يشترطون بأنهم هم يحولون وثائق الكاميرات التي نصبت في هذا المصنع طيب هذا بشرط أن الولايات المتحدة ترفع كل العقوبات بمعنى طب أن لا تزال إيران أنها تطالب برفع كل الإجراءات الاقتصادية موقف إيراني يا استاذ لحظة ما جاء اليوم في كل الصحف الإيرانية بأن حتى الآن في الجولات السابعه التي أجريت في فيينا النصر كما قالت الصحف الإيرانيه كان لا. إلى جانب إيران وليس إلى جانب أمريكا أو الاتحاد الأوروبي. طيب ده كله موقف إيران، أنا أسألك عن موقف إسرائيل، موقف إيران سنناقشه لكن موقف إسرائيل كلام رئيس الأركان ده مش أول مره نسمعه هل هو مجرد تهديد لفظي؟ هل هو حرب نفسية على إيران ولا فعلا نحن أمام ضربة عسكرية لأنه لما يطلط من القوات يعني المسلحة تحضير لهجوم على إيران وهو رئيس أركان يعني هذه هذه دعوة بإعلان حرب فهل هي جادة بخبرتك يعني أنا أريد أن أقول أنا أريد أن أقول لك هكذا أن في قبل عام 2015 كانت هناك مخططات لضرب لاستهداف المفاعل النووية بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين الولايات المتحده وايران، هذه التحذيرات كلها ادخلت الى الجوارير، بمعنى لم يكن اي استعداد من قبل سلاح الجو باستهداف المفاعل النوويه. الان بعد ما حدث وبعد مواصله تخصيب اليورانيوم من قبل ايران، رغم انه تدعي انه ليست بحوزتها 90%، الكل يعلم ماذا يحدث في مفاعل النووية ولذلك أولا التحديد هذا موجه إلى الولايات المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي في المحادثات في فيينا وعشية بدء المحادثات في جولة الثامنة ثانيا لا شك أن سلاح الجو يستعد لكل الاحتمالات في حال تم الإعاز من قبل المستوى السياسي في إسرائيل بأنه لا مفر من إمكانية يعني بمعنى أن إيران تقرر الوصول إلى امتلاك قرى نووية عندها لم يبقى مفر أمام إسرائيل إلا تنفيذ تنفيذ ما يطلب منه المستوى السياسي لضرب الاستعداء المفاعل النووية الإيرانية طبعا معلش معلش عند هذه النقطة اسمح لي اسمح لي عند هذه النقطة نقطة مهمة جدا طيب خلاص خلصنا إلى أنه لم يعد أمام الإسرائيل سوى توجيه ضرب عسكرية كيف؟ يعني أولا المفاعلات النووية الإيرانية محصنة في الجبال عشان تضربها أنت محتاج إلى قنبلة موجودة عند الأمريكيين خارقة للتحصينات الجبلية، طيب هذه القنبلة عشان تستخدم أنت محتاج نوع من الطائرات اسمه بي 52، بي 52 أمريكا غير قادرة على أن تصدر لإسرائيل لأنها وقعت اتفاقية مع الروس في اتفاقية ستار بعدم تصدير هذا النوع من الطائرات، كيف ستضربون؟ ما يعني ما نريد م... اذا إيه اولا في حوزه اسرائيل طائرات اف 35 قبل ان تبدا الطائرات المقاتله باستهداف المفاعل النوويه كل الطائرات اف 35 تقوم بتشويش كل الصواريخ وكل السايفر في ايران ثم تاتي الطائرات المقاتله وفي حوزه اسرائيل وطبعا بمساعده الولايات المتحده انا اقول ان الولايات المتحده لم تؤيد ضرب او استهداف المفاعل النوويه ولكن هي تقف الى جانب دوله اسرائيل لا. بكل ما تحتاجه اسرائيل من معدات ومن قنابل خارقه للاعماق واسرائيل اذا كما قال رئيس اركان رئيس اركان السلاح الجو رئيس السلاح الجو الاسرائيلي بانه في حال تم الإعاز إلى سلاح الجو فهو يعلم, كينا يعلم كيف تستهدف إسرائيل هذه المفاعل وكما قال اليوم رئيس قائد سلاح البحرية السابق في إسرائيل أن لدى إسرائيل الكثير من المفاجآت ضد إيران وهي تعلم كيف تتعامل مع التهديدات الإيرانية شكراً لي نيسان المحلل السياسي كان معي من القدس شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا بكم أهلا بعد الفاصل ننتقل إلى عنوان جديد وفيه جولة جديدة من مفاوضات النووي غداً المدريشات الحوثية استهداف المدنيين في اليمن أين مأرب من هذه المعركة طالما ولم ينتقل إلى الجيش الوطني إلى الهجوم فلن يكون هناك نصر خلايا حوثية هي من اندست وقامت كل هذه الأعمال من الشغف الخلايا النائمه هذه تظهر عاده مع وجود احداث معينه. احنا ما نشتيش لا يسقط دوله ولا يسقط نظام ولا يرحل الرئيس، احنا نطالب بتوفير المعيشه فقط لا غير. قدمت الحكومه اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول إعدام الحوثيين تسعة أشخاص رميا بالرصاص. ميليشيا الحوثي تتاهب لتنفيذ إعدامات جماعية جديدة في صنعاء تشمل 11 شخصا من بينهم امرأتان. كيف يمكن وصف حال المرأة؟ تصل المعارك بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي حيث خسرت نحو 150 قتيلا منذ الثلاثاء الماضي. استمر الجرائم، كشف تقرير حقوقي عن مقتل وجرح اكثر من 900 مدني. يصعب على الاطفال ان يصفوا واقعهم اوجاعهم ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ وكيف حدث؟ استنف في غدا في فيينا جوله جديده من مفاوضات احياء الاتفاق النووي مع ايران بعد ان علقت الجوله السابعه دون تقدم ملموس وحينها كشف المندوب الصيني عن التوصل إلى نص مشترك للتفاوض في الجولة الثامنة معتبرا أن هذا تقدم جيد دون ذكر المزيد من التفاصيل ومنذ انتهاء الجولة السابعة ظلت إيران تناور سياسيا وعسكريا ونوويا مستبقة المفاوضات النووية باتهام الأوروبيين بالفشل اليوم وصف مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف عبر تويتر إعلان إيران أنها لن تزيد تخصيب اليورانيوم عن 60% بانه رساله ايجابيه المستقبل هذه الجوله القادمه الجوله الثامنه من مفاوضات فيينا مستقبل عالق الحقيقه البعض يتعلق عن تصعيد سياسي نووي اطلقته ايران قبل بدء الجوله الثامنه من مفاوضات فيينا حول برنامجها النووي. ايران المصره على رفع العقوبات الامريكيه بشكل كامل استبقت هذه الجوله بتهديد اطلقه رئيس منظمتها للطاقه الذريه محمد اسلامي الذي اكد ان بلاده بامكانها الان انتاج وقود نووي لاستخدامه في القريب العاجل في محطه بوشهر النووية لكن إسلامي عاد وأكد أن بلاده ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 في المئة يعني وعد بذلك مراقبون أوضحوا أن تصريحات إسلامي الأخيرة تشير إلى صحة اتهامات واشنطن لطهران بعدم جديتها في هذه المفاوضات. اتهامات أكدتها تصريحات عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور الذي قال إن الجولة الثامنة لن تكون الأخيرة لأنها لن تؤدي إلى أي اتفاق نتابع. <applause> نظرا لسير المفاوضات ستحدث نتائج جيده لان اراده الجانبين في قبول اقتراحات ايران كاساس للمفاوضات امر مهم نحن لا نريد مفاوضات استنزافيه لانها ليست جيده لاقتصادنا لكننا نريد الاسراع لانقاذ الاقتصاد واعتقد ان الجوله الثامنه لن تكون نهائيه ونظرا الى ان اجراءاتنا النوويه تسير بسرعه فان الطرف الاخر يريد بشده التسريع في التفاوض لذا هناك ارضيه للاسراع في اتخاذ القرار خلال الجوله الماضيه طالبت ايران باعاده التفاوض ما على ما تم الاتفاق عليه في الجولات الست الاولى كما شددت ايران على انها لن تقبل باتفاق جديد ولن تتعهد باي التزام اكثر مما ورد في الاتفاق النووي الذي ابرم في العام 2015 ورغم ان رفض المطالب الايرانيه كان امريكيا الا ان وسائل اعلام ايرانيه اتهمت المانيا واتهمت بريطانيا وفرنسا بعرقله المفاوضات قبيل جولة الغد يوم الاثنين وكالة ارنا قالت ان الدول الاوروبيه الثلاث تقوم بما وصفته بالدور المدمر لجهود احياء اتفاق 2015 من خلال سعيها للحصول على تنازلات من ايران سأناقش هذا الموضوع بتفاصيل أكثر الحقيقة مع ضيفي من لندن الدكتور نبيل الحيدري الكاتب المختص في الشأن الايراني دكتور نبيل ومن واشنطن ايضا ساناقش الموضوع مع ريتشارد وايتس مدير برنامج التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ابدا مع دكتور نبيل دكتور نبيل في الحقيقه في اعتقادك ما الذي يريده الايرانيون من هذه الجوله الثامنه مزيد من كسب الوقت أم أن فعلا ربما يكون هناك نية لمفاجأة الأمريكيين والغرب والعالم كله بتوقيع هذا الاتفاق شكرا جزيلا أستاذ محمود تحية لك ولقناة الحدث ولضيفك الكريم ريتشارد وايت وللمشاهدين الكرام ونبارك أعياد الميلاد والسنة الجديدة الإيرانيون تعرف أنهم هم خبراء ب النفس الطويل، الصبر الطويل والمناوره. لذلك راينا اخيرا انه عملوا مناورات في جنوب البلاد، الرسول الاعظم 17 وكانت برا وبحرا وجوا واستعملوا صواريخ. هذه الصواريخ البالستيه اشبه بالتهديد الى المنطقه كلها، حتى ان امريكا واوروبا رفضت هذه استعمال هذه الصواريخ البالستيه. ومدا ومدياتها، ورأينا تصريح محمد اسلامي ماذا يقول؟ محمد نعم. اسلامي يقول نحن عندنا قدره على انتاج الوقود النووي، الآن هذا التصعيد، من هو محمد اسلامي؟ محمد اسلامي هو الشخص الذي كان بعثه المرشد إلى باكستان ل... لعمل القنبله النوويه، هو الرجل نعم. المسؤول لصنع القنبله النوويه، فإذا هناك مقابله عبد القدير خان وقتها في باكستان احسنت، عبد القادر خان، بالضبط أحسنت. استاذ محمود فاذا هم حقيقه في هذه الجوله هم آه هذا التيار المتشدد من جهه يرفع السقف ومن جهه يدعي انه لا يزيد عن 60% بالمئة. انا اقول لك صحيفه كيهان المقربه من المرشد جدا ما. والتي عليها اسم المرشد آه يوم امس نشرت الى ان آه ينبغي على المفاوضين في الاتفاق النووي الوصول الى 90% بالمئة. نعم. ويجب أن نصل إلى دولة نووية وعندها نستطيع أن نفرض شروطنا يعني خلاف ما قاله محمد إسلامي هذه جريدة الموشد إذا نحن لا نتوقع الجولة الثامنة تحصل اتفاق نعم. نحن نتوقع جولة تاسعة وجولة عاشرة لكن ممكن أن نعم 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 يعني في نقطة مهمة وحادية عشرة أيضا التوقعات كبيرة سيد ريتشارد وايت أولا أهلا بك وتحياتي لك يعني في في شروط يا سيد ريتشارد تتعلق بانه استحاله توقيع هذه الـ الـ الاتفاقات. الايرانيون يريدون من الامريكيين شرطين، الشرط الاولاني ان يكون هناك ضمانه من اي رئيس امريكي قادم الا ينقض الاتفاق كما فعل ترامب، وهذا طبعا امريكيا يراه البعض مستحيلا. الشيء الاخر ان يوافق الامريكيون على ان يحتفظ الايرانيون بما وصلوا إليه من تخصيب يورانيوم مخصب بنسبة 60% وهذا أيضا ربما لا يقبله الأمريكيون الشرط الثالث أيضا وهو فكرة أنه رفع كامل العقوبات وبالتالي أمام هذه الشروط الثلاثة في اعتقادك ما الذي يمكن كيف يتصرف الأمريكيون جزيلا على استضافتي واعياد مباركه لكم ولمشاهديكم. انا اتفق معك في بان الصعوبات يبدو بانها مستعصيه فالولايات المتحده لا يمكنها ان تضمن بعدم الانسحاب من الاتفاق ولا سيما ان الرئيس ترامب قد يتقدم للانتخابات المقبله. لا يمكننا ان نزيل كافه العقوبات العقوبات المفروضة في السابق لأن جزء كثير منها مفروضا بسبب مسائل أخرى بالإضافة إلى العقوبات النووية والأمر يتطلب موافقة الكونغرس وهي غير موجودة في هذه المرحلة لا أعلم كيفية التعاطي مع الاتفاق الأصلي يبدو بأن هناك رغبة من قبل الإدارة للعمل على تمديد الاجل الزمني من خلال تجميد بعض العقوبات مقابل التراجع عن بعض الانشطه النوويه الايرانيه، لكن الحكومه الايرانيه حتى اللحظه قد رفضت هذا الموقع، وكنا قد راينا مناقشات تجري مع الاسرائيليين وجهات اخرى وهي من ضمن الخيارات التي حتى اللحظه تفضل الاداره الابتعاد عنها. لكن رغم بأن هناك بعض المطالبات من قبل المفاوضين لهذا الأمر لكن لعل روسيا والصين ومن خلال انضمامهما مع الأوروبيين والأمريكيين يعملان على إحداث التغيير في الموقف الإيراني لكنني لو كنت انا في البيت الابيض لتوقعت بان العام القادم 2022 سوف يتطلب اتخاذ اجراءات وتدابير اخرى من اجل استئناف المحادثات والا لن يكون هناك اي اتفاق نووي. اي التدابير تقصد سيد ريتشارد؟ أعتقد أنه رأينا بعض المؤشرات لأمور قد حدثت بالفعل في في المناقشات لدى بعض الدول وقد تقوم إيران بالحصول على على أسلحة باليستية وتتابع أنشطتها المعتادة وعلى وأن اعتقادي بأن إيران قد تستمر بتصرفاتها التي بدأت بها و ولن يكون هناك الا دول الخليج التي لديها اسلحه نوويه متطوره واسلحه دفاعيه بحيث يجب الاعتماد على طبيعه علاقات الردع المعتاده كما راينا الان وما يحدث وما كان يحدث بين الولايات المتحده وروسيا في الهند وباكستان بحيث لا تقوم اي دوله باطلاق صاروخ دون علم بانهم سوف يتعرضون لهجوم بالمقابل دكتور نبيل ما رأيك دكتور نبيل يعني أنت خبير في هذا الملف الإيراني فيما يكتبه البعض في الداخل الإيراني بأن المصلحة الأمن القومي الإيراني في حدوث حرب في حدوث تصعيد وصدام سواء ما بين إسرائيل ومع الإيرانيين إيران تريد تغيير المنطقة وإشعال المنطقة بشكل وآخر الذين كتبوا هذا الرأي الدكتور نبيل يستندون على ما قاله رفسنجاني سابقا من انه لولا حرب الثمان سنوات مع العراق ما ظل هذا النظام قائما بشكل او باخر، لأن الايرانيين توحدوا حول راي واحد وهو محاربه الخارج وتلافي المشاكل الداخليه، ما رايك هل فعلا الايرانيون يدفعون في هذا في هذه في هذا الاتجاه؟ احسنت حقيقه كلام رفسنجاني كان صحيحا انذاك. مم. لولا الحرب العراقيه الايرانيه ما توحد الشعب لان الخميني عندما جاء جاء بشعار دوله وطنيه ولكن بدا يصفي الخصوم الليبراليين والشيوعيين والتيارات الاخرى وحتى الاسلاميين الذين لا يؤمنون بولايه الفقيه الى ان فرض رايه فتوحد الشعب لانه كان هنالك خطر خارجي مم. ولكن انا اعتقد هذا الراي غير صحيح الان الوضع ليس كمان زمان وفسنجاني مم. الآن الوضع يفوق تماما مئة بالمئة في إيران إيران أصلا تخاف من أي حرب ممكن أن يسقط النظام الآن أو كان النظام بدأ يأكل بعضهم بعضا يعني مم. أهم أو كان النظام وفسنجاني الآن متهم خامنئي بيسمه كما تقول بنته فائزة مم. ويقول التيار المحاف ال ال الإصلاحي كثير مثلا الان محمد خاتمي في الاقامه الجبريه مير حسين موسوي في الاقامه الجبريه مهدي كروبي في الاقامه الجبريه م. الان كثير من ائمه الجمعه هم اما معوقين او قتلوا مثل آية الله مؤمن وعبد الكريم موسوي او دبي الان النظام في اضعف مراحله لذلك جاء م. خامنئي برئيسي الذي هو صاحب المجازر والقضاء وجاء بقيادات الحرس في كل الوزارات وحتى محافظين مدن إلى درجة أنه قال رئيسي يتوقع انتفاضة من كل مدينة فيقمعهم من مسؤول الحرس الآن إذا صارت حرب يسقط النظام فالآن ليس من مصلحة إيران أن تقوم بحرب لأن الشعب لن يتوحد خلف هذا النظام بعد أن بان فساده وسرقاته وأنه عدم اهتمامه بالشعب وسرقة المليارات وما وصل إليه الوضع الاقتصادي لن يدافع الشعب عن هذا النظام حتى لو حاربته اسرائيل او امريكا والان الوضع يفق تماما ليس من مصلحه ايران الحرب حقيقه ريتشارد وايتس سيد ريتشارد يعني البعض يقول ان تصريحات بايندن نفسها ومواقفه واجندته السياسيه في الشرق الاوسط هي التي طمعت الايرانيين في بهذا الشكل هو يعني يقول سحب الأمريكيين من أفغانستان ومن العراق لا يريد أن يدخل في صراع مسلح في منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط آخر اهتماماته يدير صراع مع الصين كل هذه الأشياء جعلت الإيرانيين يثقون أن بايدن والأمريكيين لا يمكن أن يكون هناك تصعيد بشكل أو بآخر هل بايدن قادر أن يغير أجندته إذا فعلا آآ آآ يعني أصر الإيرانيون على عدم التوقيع والعودة للاتفاق؟ يمكن أن يغير من أجندته، لكن هذا المفهوم المفهوم المتعلق برفض أو أو تراجع الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط هو واضح فمنطق فكنا قد رأينا على مر الإدارات الثلاثة السابقة بأن التركيز كان ينصب على روسيا والصين بصورة متزايدة ان انطباعي عن هذا الموضوع ان ان بايدن قد شكل وجهات نظره منذ كان نائبا للرئيس ولم يكن انذاك يشعر بالرضا ازاء ما يحدث بالتدخل الروسي الامريكي في افغانستان والعراق وكانت الولايات المتحده قد تعلمت الدرس ولم تعد تفضل التدخل في الشرق الاوسط في وذلك في عقاب وجود الولايات المتحده في العراق وسوريا والفضائح التي حدثت في أفغ... افغانستان لكن هذا المفهوم قد يتغير اذا ما هددت ايران بانها سوف تهدد المصالح الامريكيه او في أو في حالة لعب دور كبير إقليمي في المنطقة كما كان الحال عليه قبل عقد من الزمن لكن من المرجح أن يبقى بايدن رئيسا لمدة ثلاث سنوات فقط وتكون الإدارة المقبلة أكثر انفتاحا على تغييرات مختلفة وهذا سوف يتجلى من خلال السنوات الثلاث المقبله التي تحمل معها رئيسا جديدا حتى في ايران. روبرت مالي يقول ريتشارد انه يعني امام اسابيع قليله، الوقت ليس مفتوح مع الايرانيين، اما ان يوقعوا واما لا يوقعوا، وبالتالي ننتقل الى السيناريو الذي يلي التوقيع، هل فعلا المده مفتوحه ام هي اسابيع فقط؟ لعلي اقول بان النافذه الزمنيه المفتوحه قد انتهت سلفا لكن هذا ما اشار عنه مالي بان مساله بضعه اسابيع متبقيه وصراحه مر عليها اشهر اذا ما اعطينا انفسنا فتره لنهايه هذه السنه لمعرفه ما الذي سوف يتجلى في الجوله المقبله وعلى امل ان نحصل على بعض النتائج والتنازلات الايرانيه بفضل الضغوط الدوليه او اي تطورات اخرى لكن اذا استمر واقع الحال والطريق المسدود ف... فإنني أعتقد بأن الإدارة يجب عليها أن تجرب مقاربة جديدة للعام المقبل شكرك ريتشارد وايتس مدير برنامج التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون كان معي من واشنطن والدكتور نبيل الحيدري الكاتب المختص في الشأن الإيراني كان معي من لندن شكرا جزيلا لضيفي الكريمين يعني سأترك يعني سنكون في الجزء الثاني من نقاشنا أمام مجموعة من القضايا ربما سيكون معنا ملف مهم جدا وهو الملف الليبي وما هو المتوقع من الجوله التي ستعقد في البرلمان الليبي غدا، سيناريوهات التوقع بعد هذه الجوله، الملف اليمني قائم معنا في هذا في الجزء الثاني من نقاشنا ايضا الذي سننتقل اليه بعد هذا الفاصل، وسيناريوهات متوقعه ما بعد هذا المؤتمر الصحفي الذي تابعناه اليوم بشكل تفصيلي، بالاضافه الى مجموعه من النقاشات التي يمكن ان تتطرق على ما بعد هذه الجوله المنتظره الحكومه الليبيه ستبقى بشكلها الحالي ام اننا امام حكومه انقاذ كما يطالب البعض من هو مهتم بهذه الملفات يمكن ان يبقى معنا بعد هذا الفاصل الذي سنترككم اليه وبعدها نعود لنكمل هذا النقاش ارجو ان تتفضلوا بالبقاء <applause> اجراءات امنيه واغلاق جسور في العاصمه السودانيه من المقرر ان تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديدا. الحساب اصبح ثقيل بالنسبه للاجهزه الامنيه، المحصله قد تصل الى 30 مجتمعه وصل عبد الله حمدوك الى القصر الجمهوري وهذه الاخبار العاجله هناك انتظار من قبل بعض الشخصيات القوميه خلونا نتوحد كسودانيين ونعاني مصلحه الوطن اليوم عوده الدكتور عبد الله حمدوك في إطار إعلان سياسي كيف سيتعامل معها الشارع بل من سيقود الشارع حتى هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضا احتجاجا على هذا الموضوع هذه الوثيقة لا دستورية الذي تم تخطوه اليوم يفتح الباب واسعا أمام اندماج المجتمع السوداني هناك قبول من بعض المكونات السياسية وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة في هذه الطريقة هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية ستاح متاح وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام إيران فيها مشاكل عدة وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين نار الميليشيات ونار داعش نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان أنا شاعر بيتي شاعر العالم كله شاعر ما صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والثورة مستمرة سنوات كانت حافله بالاحداث غير المتوقعه تعلمنا انه لا يمكن التكهن باي شيء مستقبل مبهم وغامض واسئله جديده كل يوم اكثر الاخبار تعقيدا تصبح مفهومه عندما تحلل وتقرا بالطريقه الصحيحه وبالاستعانه بالخبراء والمختصين مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهما استوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث ست جولات من المفاوضات مع إيران في فيينا خمسة وستون ألف انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق الطفولة أربعة طائرة بدون طيار 15 صاروخ باليستي ما هي الأجواء الأمنية على الحدود الضغمه السياسيه الحاكمه التي اوصلت لبنان لا مساعدات ماليه ستحول الا بتنفيذ ووجود حكومه ياخذ هو تصعيد في العراق منحا خطيرا احتلال مناطق جديده في شمال شرقي سوريا للتحقيق في قصف استهدف مستشفى ميدانيا في تونس امتدت احتجاجات عنيفه هل لمستم نيه اثيوبيه حقيقيه؟ في التوقيع على اتفاق يخص سد النهضه، ما هو الوضع الان وما السيناريوهات المتوقعه لليوم؟ الجانب الليبي من جهه الشرق لم يتلقى اي معلومه، <applause> ملتقى. ملتقى. لن يكون هناك حل سياسي مع هذه الجماعه الا بعد ان يتم تحرير مدينه الحديده اخبار عاجله ترد الان، سعوديه تعترض مسيره مفخخه يبدو أن التصعيد أخذ بالاتساع حيث نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي من محاولة اغتيال فاشلة هناك هل... هم... معلومات عن قتلى بين المتظاهرين من يمتلك هذه التقنية ومحاولة انقلاب هذه ممن؟ فقد تعرض منزلي إلى عدوان السلاح المنفلت هو الخطر الرئيسي الذي يهدد انتشار أمني كثيف هل يعني هذا أن الكاظمي دخل الآن في مرحلة الصدام مع التابعين لإيران؟ هذا يدلل على أن لا تسليم سلمي للسلطة في العراق هو لديه مشكلة واحدة فقط إن هذا الرجل أوقف المشروع الإيراني في العراق هل تملك هذه الميليشيات هذا القدر من القوة والسلطة؟ من المستفيد من ازاحه رئيس الحكومه عن المشهد القادم في العراق؟ تحالف يؤكد ان سفير ايران حسن ايرلو كان يقود عمليات الحوثي وان ايران تغذي الفكر الطائفي في المنطقه تحالف دعم الشرعيه يعرض صورا لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيات الحوثي على اطلاق المسيرات المفخخه. عشيه استئناف مفاوضات النووي رئيس الاركان الاسرائيلي يوعز للجيش بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل ضد ايران. جلسه حاسمه للبرلمان الليبي غدا بشان الانتخابات ومجلس الدوله يحذر من عدم اشراكه في القرار اهلا بكم الى ساعتنا الثانيه ما زال الملف اليمني حاضر ايضا بكل تشعباته معنا في هذه الساعه لذلك نبدا من اليمن والاخبار التي ظهرت على شاشتنا قبل دقائق حيث اعلن تحالف دعم الشرعيه مراقبه نقل اسلحه بصنعاء وتنفيذ ضربات جويه استجابه للتهديد لمنع نقلها وتدميرها وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع او الاقتراب من مدرسه الدفاع الجوي في صنعاء مؤكدا ان العمليه في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه واليوم سلط تحالف دعم الشرعية الضوء على الأزمة وكشف مزيدا من التفاصيل حول أسباب استمرار الحرب وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد ركن ترك المالكي قال إن النظام الإيراني يغذي الفكر الطائفي في عدد من الدول العربية من خلال زرع خلاياه وميليشياته فيما لا سيما اليمن وسوريا والعراق ولبنان موضحا ان الحرب في اليمن هي معركه بين السلام الذي يرغب فيه التحالف والدمار الذي تريده ايران وعرض التحالف ادله تثبت ان ميليشيات الحوثي الانقلابيه تاتمر وتتلقى التوجيهات من ميليشيا حزب الله اللبناني ومن الحرس الثوري الايراني. تبنت هذه الميليشيات الفكر الطائفي الذي قامت ايران بنقله الى كافه الدول العربيه وجلبت الدمار والخراب. أسست حزب الله اللبناني الإرهابي نقلت هذا الفكر الطائفي في الدول العربية تشاهدون وتلاحظون وتعرفون أيضا كما يعرف اللبنانيون هذه الأزمة السياسية والاقتصادية الموجودة في لبنان لا يوجد حالة حرب في لبنان ولكنه الدمار الذي جلبته الميليشيا الحوثية أهلنا في سوريا عانوا الكثير من تدخلات حزب الله اللبناني الإرهابي بتغذية هذا الفكر من قبل النظام الإيراني الذي يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالخراب والدمار. أهلنا في العراق عانوا الكثير من ويلات حزب الله ومن الأفكار التوسعية والطائفية للنظام الإيراني والتي غذت هذا الفكر للاقتتال وتشاهدون الدمار والخراب في كافة المنطقة. تدخلات إيران في شؤون دول الخليج العربي وزرع الخلايا الاستخبارية في الكويت في مملكة البحرين في المملكة خلايا استخباريه تعمل لهذا النظام التخريبي الثوري والذي يسعى لتدمير الدول العربيه. الحرب في اليمن هي معركه بين السلام والدمار، السلام الذي نحن نرغب فيه والدمار الذي ترغب ايران فيه وحزب الله والميليشيات الحوثيه التي هي مجرد اداه لهذه الرغبات. يقاتل الحوثيون وهذه حرب يتقاتل فيها الرجال ولكن هذه الميليشيات تقاتل بفكر طائفي بالدرجه الاولى الحرب في اليمن هي حرب فكريه، ثقافيه، اجتماعيه، عسكريه، اقتصاديه كما هو في لبنان بانها حرب سياسيه واقتصاديه يعاني منها اللبنانيون. حزب الله اللبناني الارهابي هو يتحمل المسؤوليه في الوفيات ومحاولات استهداف المدنيين في المملكه العربيه السعوديه وايضا في الداخل اليمني. في المقطع التالي أو في الدليل الأول اللي راح نعرض لحضراتكم راح تلاحظون أحد الخبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يعطي التوجيهات للإرهابي أبو علي الحاكم ويوضح الفيديو تبعية الميليشيا لخبراء الحرس الحرس الثوري وأيضا خبراء حزب الله اللبناني الإرهابي أترككم مع الفيديو الرسول سيد حسن مبارح حكي بمن الجاهد باليمن هيدا لما شاف تراجعكم بالجبهات وصول العدوان لمطارح بيتا قبل العدوان هيدا الخلافات اللي حصلت بينكم لما ما لما الامم المتحده للهدنه اللي صارت كانت الحديده صارت من ايدنا مشروعنا اكبر من هيك خلافات نحن تركنا كل شيء ورانا دينا نوقف معكم حرب السورية قربت تنتهي والمجاهدين اغلبهم راح تجي اليمن اذا خسرنا البحر ما راح يوصل لا دعم ولا مجاهدين لعنا بدنا حشد كبير من المجاهدين بدنا نرتب صفوفنا لمنع صوت الحديدة الدكتور خير ابو علي على المجهود يلي عمله لترتيب الصفوف وحل الخلافات من خلال تواصل معنا اكدوا ضروره سيطرتنا على البحر الاحمر سواحلو مطار صنعاء كما تشاهدون الجزء الشرقي المطار المدني الجزء الغربي قاعده الديلم الجويه الاهداف هي عباره عن هدفين كما تلاحظون على الشريحه الهدف الاول في الجزء الشرقي جنوبا والهدف الثاني في الجزء الشرقي تقريبا شمالا. من اهم الاعتبارات اللي اتخذها التحالف بعد اسقاط الحصانه ألا يكون هناك أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار سنناقش هذا الموضوع مع ضيفي معي من الرياض وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب ومن الرياض أيضا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ منيف عماش الحربي أستاذ منيف دكتور نجيب أهلا بكما معي سأبدأ مع الأستاذ منيف أستاذ منيف خلينا نتحدث على نقطتين في اطار المسارات التي نتجت بعد هذا المؤتمر الصحفي الاخبار العاجله على شاشتنا تقول خلاص بدا رصد الاسلحه في صنعاء وترصدها وحاله تجفيف لهذا الموضوع المسار السياسي هل بقي مسارا سياسيا استاذ منيف طالما ان هذه ماليشيا تاتمر باوامر من طهران هل بقي مسارا سياسيا او مسار سلام او اي مبادرات مطروحه على الطاوله أستاذ محمود خلينا نشير في البداية قبل طبعاً. أن أجيب على هذا السؤال أن المؤتمر الصحفي بعث بخمس رسائل مهمة وأعتقد أنه أهم قد يكون أهم مؤتمر صحفي عقد للتحالف منذ بداية عاصفة الحزم وعادة الأمل الرسالة الأولى كان لليمنيين للم... المخدوعين بالحوثي أن الحوثي ثبت لكم بالدليل المادي أنه عبارة عن ميليشيا تابعة لطهران ويأتمر بأمر حزب الله وقدم هذا الدليل وأيضا لمجموعة الأربعين أنهم ليسوا بعيدين عن التحالف وأنه تم اختراق الدائرة الضيقة للحوثي هذه الرسالة للداخل اليمني الرسالة الثانية للبنان وان حزب الله هذا دليل جديد على مساسه بالامن الوطني السعودي والامن القومي الخليجي وبالتالي اي تبعيات اخرى على الشارع اللبناني ان يحملها لحزب الله وبالتالي يكون هناك تصادم بين الشارع اللبناني وحزب الله. الامر الثالث لطهران وهي رساله واضحه انه كما اسقطت الرياض مشروع طهران في اليمن فهي قادرة على تحجيم مشروعها في المنطقة وأنه ثبت أنه حسن أورو يدير معركة مأرب وبالنهاية لقي ما لقياه قاسم سليماني ومحسن فخر زادة الرابع للمجتمع الدولي أنه الرياض والتحالف يثمنون وحدة الصف الدولي خاصة بعد بيان مجلس الأمن 10 نوفمبر وأيضا التحالف يقدم لهم الأدلة على تحول الأعيال المدنية إلى ثكنات عسكرية وبالتالي التزامه بالقانون الدولي الإنساني النقطة الخامسة ما أكدوا أنه كل العمليات اللي يقوم بها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف هدفها في النهاية الوصول إلى الحل السياسي وبالتالي من هذه المنطلقات الخمسة أستاذ محمود أجيب على سؤالك نعم بقي حل سياسي لأن هناك صراع كبير حسب ما ذكرته والستري جورنال بين الدائرة الضيقة للحوثي وحسن أورلو والتي أفضت إلى مقتل حسن أورلو أنا أعتقد كما لقي علي عبد الله صالح مصرعه في ديسمبر 2017 في نهاية الأمر بهذا النزيف الحاد في مأرب نعم. سيذهب الحوثي لأن الحوثي لن يقاتل حتى آخر حوثي ولكن طهران تريد الحوثي أن يقاتل حتى آخر حوثي، وبالتالي هنا يبدأ الصراع. أنا أعتقد نعم سنذهب إلى الحل السياسي وأعتقد من أين يأتي قمة مجلس التعاون؟ من أين يأتي؟ قمة أستاذ مجلس موليو. التعاون، استاذ محمود يعني قمة مجلس التعاون قمة مجلس تع... والمملكة واليمن الحكومة الشرعية يمد يدهم بالسلام، ولكن الطرف الآخر أنت تتفاوض مع ميليشيا قرارها مش من راسها. تتفاوض مع ميليشيا قرارها في طهران، وطهران تنظر الى اليمن باعتباره جزء من معادله اقليميه في حزب الله في لبنان، وفي ميليشيات في العراق، وفي اشياء اخرى، وبالتالي التوازنات مختله تماما، لا يمكن ان تفضي الى سلام، هكذا يقول البعض يعني، فمن اين سياتي؟ من امرين، فضل. او الاول انه بيان قمه مجلس التعاون في 14 ديسمبر اشار الى نقطه مهمه وهو الإشادة بالجهود المتواصلة العمانية المنخرطة في السلام ودعم المبعوث الأممي جروندبيرغ الأمر الثاني ما هو من طهران طهران أقل ورقة أهمية لديها اليمن الورقة الأهم لها العراق عندما قال علي يونسي أن الإمبراطورية الإيرانية تعود وعاصمتها بغداد الورقة العراقية والسورية واللبنانية أكثر أهمية من الورقة اليمنية خاصة أن إيران الآن لديها صراع الجغرافيا الصراع الجغرافي في أذربيجان وهي جبهة مفتوحة وفي أفغانستان أيضا المناوشات الأخيرة من الأمرين سيأتي الضغط وبالتالي طهران لاحظ الآن خطابها تقول مفاوضات في ينام أربع زايد واحد أو خمسة زايد واحد خلي نجعلها مسار نووي نعم. وفي نفس الوقت يكون هناك مسار إقليمي للوصول للحل والتفاوضات م. في المنطقة على الصواريخ البالستية ودور إيران المزعزة المنطقة أنا أعتقد الآن الحوثي أقرب إلى الإجبار والذهاب إلى طاولة التفاوض من الفترة السابقة دكتور نجيب غلاب توافق على هذا الطرح يعني أنه فعلا الحوثي الآن أقرب إلى الذهاب والجلوس على الطاولة أم أنه بالعكس يعني قد يكون عكس ذلك تماما لأن المنطقة منطقة تصعيد إيران تريد أن تلعب بالورقة اليمنية مع الجالسين في فيينا حتى ومع الأمريكيين وتلعب بالورقة العراقية وتلعب بالورقة اللبنانية وبالتالي هل فعلا اقترب الرضوخ الحوش الحوثي للجلوس على طاولة مفاوضات يعني وضع الحوثية لا يسير باتجاه السلام على على الإطلاق نعم وإن كانت الحوثية تذهب إلى طاولة الحوارات وتتحدث عن السلام وكذلك إيران لكن الواقع العملي يقول غير ذلك لدينا منظومة آه يعني آه ذات طابع اصولي آه ترى ان السلام سينهي مشروعها بالكامل وهي ترى أن فكرة تأسيس دولة تقوم على فكرة السيد العلم هي العقيدة المركزية التي تؤمن بها الحوثية هناك جناح متطرف وهو المهيمن والمتحكم على المتحكم بكافة تفاصيل الحركة الحوثية وبكافة قراراتها وبالتالي على المستوى الداخلي الحوثية لا تسير باتجاه السلام إلا في حالة واحدة هي أن تهيمن وأن تسيطر على اليمن كلها وهذه مسألة مستحيلة لأنه أغلب الشعب ضد الحوثية بالتالي الحوثيه هي حاله حاله لانتاج حرب مستدامه وقالها عبد الملك الحوثي وبشكل واضح ان لم تسيطر الحوثيه سنقاتل حتى يوم القيامه وهذا لا. وهذا مبدا عقدي اساسي داخل منظومه الحوثيه هذا اولا، المساله الثانيه انها مرتبطه بالاجندات والمخططات الايرانيه والمخططات الايرانيه لا تسير باتجاه السلام حتى في اليمن حتى لو تم تفكيك الملف النووي وحصل اتفاق، لا تسير باتجاه صفقه داخل اليمن اليمن، هي تقول لا دخل لي في اليمن وتصرح بهذا الشكل والواقع يقول عكس ذلك. كذلك يريد ان تصبح اليمن عباره عن نقطه ضعف اساسيه لمنظومه الخليج ومنظومه الامن العربي وأداة من ادوات ايران ودوله ضمن اطار محورها، وبالتالي انا اتصور ان الحوثيه تدفع الجميع باتجاه الحرب منذ البدايه وحتى اللحظه، الجميع صحيح يسعى لاتجاه السلام لكن طبيعه الحوثيه وتركيبتها وارتباطاتها الخارجيه والمصالح التي تراكمت تجعل من الحرب هي هدفها واستراتيجيه وحيده بالنسبه لها. طيب استاذ منيف هذا هو كلام الواقع كما يقولون يعني فرق بين التصريحات وفرق بين الافعال الحوثيه يعني هكذا هي افعالها افعال حرب. استاذ منيف طيب التحالف الداعم للشرعيه عنده شق عسكري وبيعمل شغله واليوم يستهدف مصادر اسلحه في صنعاء لكن التحالف عنده ايضا شق سياسي. وبالتالي هل ما كان سابقا قبل هذا المؤتمر سيبقى مفيدا؟ يعني قرار 22 16 لم يكن مفعلا، اتفاق ستوكهولم لم يكن مفعلا، كل ما حدث في الحديده لم لم يكن اي شيء، ما حدث في العام الماضي شيء قبيل شيء كبير، هل يقبل التحالف بما كان سابقا ام يقلب هذه الصفحه ويبدا في الدخول مع تفاوضات سياسيه ضاغطه من قبل مجلس الامن ومن قبل مجلس التعاون الخليجي وجمع الدول العربية وغيرها من كيانات عربية الياق السياسي والمسار السياسي محدد وهو المرجعات الثلاث المبادرة الخليجية والية التنفيذية الحوار اليمني الشامل قرار مجلس الامن 2016 والمبادره السعوديه، لكن خلينا نضيف استاذ محمود نقطه اساسيه، أه لماذا ارى انه الحل السياسي سياتي؟ نزيف مارب كبير جدا ولم يتوقع الحوثي، يمكن أه الدكتور مجيد يتفق معي لم يتوقع الحوثي ولم يتوقع احد ان يصرح الحوثي لوكاله الانباء الفرنسيه أن هناك 15 الف قتيل واليوم اعلن عن 30 الف قتيل دائما مهما يكون في اي عمل ميليشيات لا عندما يكون النزيف حاد والدائره م. الضيقه يصبح هناك تصادمات وانشقاقات ولعل ابراهيم الحوثي مقتله احدى المؤشرات هنا يكمن يدفعنا دفعا ليس رغبه الحوثي م. لم يرغب بالسلام ولكن ستدفعه على الميدان ومعارك مارب ستدفعه في نهايه الامر الى الذهاب الى طاوله التفاضل ليس ما في شك المسارات السياسيه محدده واعتقد انه حتى المبادره المبادر السعوديه قالها اليوم العميد تركي المال انها لا زالت موجوده على الطاوله وحظيت بقبول خليجي وعربي واسلامي ودولي وبالتالي المسار السياسي لم يتغير فيه شيء ولكن العمل النوعي العمل الاستخباراتي الكبير اللي يقوم فيه التحالف بلا شك انه نوعي والضربات ايضا نوعيه نحتاج دكتور نجيب غلاب استراتيجيه سياسيه جديده غير اللي فاتت ما هي لم تؤدي الى اي نتيجه يعني هل هل من يعني يعني قد نتعلم من اخطائنا كما يقول البعض في مد يد السلام مع الميليشيا بهذا الشكل وانها تسيء فهم يد السلام بانها قد تكون يد مهزوزه بشكل او باخر، ما المطلوب سياسيا في اجنده جديده تلائم ما بعد هذا المؤتمر يعني؟ نعم الحوثيه منذ نشاتها الاولى وحتى اللحظه وهي منظومه حرب ومستمره في حربها ولم تتوقف وبذلت جهود كثيره لتاهيل الحوثيه وادماجها ضمن اطار العمل السياسي وضمن وتكون شريك لبقيه اليمنيين فانقلبت على جميع الاطراف حتى من تحالف معها انقلبت عليه وهي مستمره في هذه الاستراتيجيه اعتقد انها استراتيجيه ثابته وبالتالي اي تحول في الملف اليمني باتجاه الحل السياسي يقتضي بالضروره بالضروره استمرار العمليات العسكريه والضغط عليها لا يكفي فقط ان تستنزف الحوثيه في مارب لا لا تهتم الحوثيه بعدد القتلى واستمرار و و تهريب السلاح مستمر وايضا تراكم ثروتها يزداد ضمن عمليات سطو منظمه داخل صنعاء وفي المحافظات التي تسيطر عليها، وهي تشعر انها امنه ضمن اطار المجال الجغرافي المسيطر عليه، وتنقل الحرب الى خطوط التماس يعني للمناطق التي تسيطر عليها الشرعيه وتعتقد انها من خلال هذه الحرب ستستنزف الجيش الوطني و والمقاومة عبر حرب طويلة وهذا الأمر لا يعنى يجعل الحوثية ترفض أى حل سياسي وإذا قبلتها فقط لكي تستمر فى الحرب ولكي تخدع الآخرين لدينا تجربة كافية أولا نحن اليمنيين لدينا تجربة كافية ونعرف الحوثية أنها منظومة حربية اليوم الإقليم والمنظومة الدولية ربما كثير منهم وصلوا إلى هذه القناعة وبالتالى العمل العسكري للضغط على الحوثية حتى تحس أنها فى حافة الهاوية ولا نجا لها إلا بالسلام بهذا الشكل ممكن الاجنحه المعتدله داخل الحركه الحوثيه او بعض التحالفات اللي شكلتها تضغط على الجناح المتطرف او تدخل معه في مواجهه من اجل انقاذ اليمن وانا اعتقد انه الجناح المتطرف يوميا تتسع دائرته ويضعف المعتدلين داخل الحركه الحوثيه مما يجعل اليمنيين وبالذات اليمنيين في وبالذات في مناطق سيطره الحوثيه ان يحسموا امرهم في مساله مواجهه الحركه الحوثيه هي ليست الا اداه ايرانيه لم لا. يعد الأمر الامر بحاجه الى دليل لا علاقه لها بالمصالح الوطنيه اليمنيه ولا بالمصالح اليمنيين وبالتالي لا بد من مواجهه حاسمه مع هذا هو الطريق الوحيد للسلام نعم ولا تبقى كل المبادرات مطروحه على الطاوله لانها قد تفهم خطا اشكرك دكتور نجيب غلاب وكيل وزاره الاعلام اليمنيه وايضا سيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لضيفي الكريمين تعتبر أو تعتبر الجبهة الجنوبية لمأرب هي أكثر الجبهات قوة من حيث المعارك الدائرة بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية موفد الحدث أحمد بغاتو زار الخطوط الأمامية للجبهة الجنوبية والتقى بعدد من القادة والجنود نحن نتجه الآن الخطوط الأمامية في جبهة البلق الشرقي حيث الاشتباكات الأقوى والأعنف منذ فترة في جميع جبهات مأرب كما تشاهدون امامكم يهجم الحوثي وما يلقى امامه الا رجال الدوله كلهم وشباب والمقاومه مواجهينه مواجهه قويه نحن نريد ان ندافع عن الوطن وندافع عن عقيدتنا وعن دولتنا نحن في اساس نريد بناء دوله نريد ان نحافظ على الدوله اكثر من ارواحنا طائرات التحالف تقوم بالدور المناط بها على اكمل وجه وتقوم بصد هجوم كبير احيانا آه لا, لا لا يصلوا الينا بسبب بسبب الضربات, الضربات الجويه من من طائره التحالف هذه اثار لقصف طيران التحالف لآليات ميليشيا الحوثي العسكريه المتواجده في جهه البلق الشرقي ما زالت طائرات التحالف تمثل كابوسا لميليشيا الحوثي التي تحاول التقدم في هذه الجبهه لكنها تواجه بأمرين اولهما الجيش الوطني والمقاومه اللذان يصدان اي محاولات للتقدم للميليشيا وكذلك طائرات التحالف التي تضرب بقوه اي تعزيزات او هجمات لميليشيا الحوثي نحاول العدو في اخر اسبوعين الهجوم المتكرر على جبهه البلق الشرقي بحشود هائله وتم صدهم وكسرهم ولا زالوا الان في الشعاب مزقلين الوضع في الجبهه تمام والمعنويات الابطال مرتفعه وصقور الجو تمام يبلوا بلاء حسن تمام والحوثي كل ما يعني جاب مجاميع تمام يعني ساقهم الى المحارق ما في هنا الا محارق يحاول تمام من جميع الجبهات تمام ما قدامه الا الرجال الصامدين آليات تحترق وجثث ملقاة في صحراء البلق الشرقي هذا ما تحصت عليه ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية لقناتي العربية والحدث أحمد بغاتو البلق الشرقي انتقل الى الشان الليبي وربما كل العيون مسلطه على ما سيحدث غدا في جلسه المرتقبه للبرلمان الليبي يعني من المرتقب ان يعقد البرلمان الليبي جلسه غدا لبحث خارطه طريق قد تؤدي الى تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في ان واحد فالانتخابات التي كانت مقرره في الرابع والعشرين من الشهر الجاري اجلت الى موعد لم يحدد نتيجه الخلافات الحاصله ما بين الاطراف الليبيه وبعض الضغوطات كالتداخل التدخلات الخارجيه وفق تصريحات ليبيه. من المتوقع ان تناقش جلسه الغد مصير حكومه الوحده الوطنيه والمجلس الرئاسي البرلماني أن شرعية الحكومة قد تنتهي في الرابع والعشرين من هذا الشهر بينما يقول البعض أن اتفاق جنيف ينص على أن عمر الحكومة سنة ونصف كحد أقصى أي حتى يوليو القادم مصادر ليبية تقول أن المشاورات التي ستجرى حول خارطة الطريق الجديدة تحمل عدة سيناريوهات نبدأ بمناقشة السيناريو الأول الذي يقضي ببقاء الحكومه الحاليه مع اجراء بعض التعديلات وزاريه استبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد دبيبه من رئاسه هذه الحكومه اما السيناريو الثاني فيري انه يدور حول فتره انتقاليه تقدر ما بين عام ونصف وعامين يستكمل خلالهما توحيد مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية إضافة إلى الاستفتاء على مساواة الدستور، يعني انقلبت الخريطة بشكل كامل، بدأت بالدستور ثم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. أما السيناريو الثالث فيتحدث عن تشكيل حكومة مؤقتة لستة أشهر تهيئ لانتخابات رئاسية وتهيئ أيضا لانتخابات برلمانية. لكن هذا لا يمنع وجود مخاوف من العوده الى المربع الاول من النزاع في حال قرر البرلمان خارطه طريق جديده دون التوافق مع باقي الاطراف الليبيه. تتمحور المخاوف باحتماليه رفض حكومه الوحده تسليم السلطه حاليا وتمسكها بتسليمها لحكومه جديده منتخبه نتيجه انتخابات وهو السيناريو الاقرب من طرف حكومه الوحده الوطنيه ودبيبه صرح بذلك. وكان عبد الحميد بيبا اعلن في وقت سابق بانه لن يسلم الحكومه بعد انتهاء فترته الانتقاليه كما ان الخلاف بين البرلمان ومجلس الدوله حول قرارات الجلسه المرتقبه قد يشعل الخلاف ايضا حول شرعيه جلسه مجلس النواب ونصابها القانوني فرئيس المجلس الاعلى للدوله في ليبيا خالد المشري حذر خالد المشري من اتخاذ البرلمان خطوات منفرده دون التشاور مع مجلس الدوله. لدينا تواصل مع رئاسات المجلس ان تكون الجلسه محاوله للتوافق وليس محاوله للقفز من جديد بشكل منفرد لان النتيجه ستكون نفس النتيجه اللي حادثة الان، لو اي عمل قام به مجلس النواب بشكل منفرد بدون توافق مع المجلس الاعلى للدوله سنصل الى نفس النتيجه اللي وصلنا لها الان. بمعنى ان نحن ندعو اعضاء ورئاسه مجلس النواب ندعو مجلس النواب ككيان موجود في العمليه السياسيه الى التوافق مع المجلس الاعلى الدوله باعتباره الطرف الاخر وعدم محاوله القفز على الاستحقاقات اللي موجوده في الاتفاق السياسي، الاتفاق السياسي جزء من الاعلان الدستوري. نحذر ان اي خطوه يتخذها مجلس النواب بشكل منفرد وبدون تشاور مع المجلس الاعلى للدوله فان هذه الخطوه ستؤول للفشل، سواء كانت هذه الخطوه تتعلق بخارطه الطريق او تتعلق باقرار قوانين او تتعلق باي محاوله لتعديل السلطه التنفيذيه. لهذا نحن يدنا ممدوده للتوافق عندنا حد ادنى من التوافق من المبادئ والاسس والقواعد التي لا يمكن التنازل عنها في امكانيه التوافق موجوده جدا خاصه بعد تجربة مجلس النواب العمل بشكل منفرد سأبدأ في مناقشة هذا الموضوع معي من بنغازي عضو مجلس النواب الليبي النائب جبريل وحيدة سعادة النائب أهلا بك يعني غدا في مجموعة نقاط منتظرة للنقاش موضوع الانتخابات وتأجيلها ومتى ستكون وجدول الانتخاب وقانون الانتخابات والحكومة أيضا خلينا أبدأ بالحكومة المطروح في الحكومة يعني في, في ظل توقعك أن تبقى حكومة دبيبة وإذا بقيت ستبقى برئيسها هل ستتحول إلى حكومة إنقاذ أم ستبقى كما هي يعني العناوين اللي تخص الحكومة يعني <applause> نعم بداية تحية لك أخي الكريم والمتابعين الكرام <applause> هي خلينا نبدأ بجلسة غدا يعني جلسة غدا أعتقد لن يتم فيها مناقشة موضوع الحكومة ستعكف جلسة غدا على مناقشة قوى القاهرة تقيع القوى القاهرة الذي واجهت المفوضية وأوقفت الانتخابات أعتقد جلسة غدا بالكاد تغطي هذا الموضوع ومن ثم من خلال ما تصدر عنه جلسة غدا سيتحدد مصير الحكومة طب جميل، هذه اول معلومة، يعني غدا الجلسة ستناقش الانتخابات فقط ولن تتطرق إلى مستقبل والحكومة الحالية. طيب في الانتخابات يعني هل سيتم التطرق إلى فقط التأجيل وطرح تاريخ جديد لإجراء الانتخابات أم سيتطرق الأمر إلى قانون انتخابي جديد وتعديله كما يريد خالد المشري ومجلس الدولة؟ هو الأمر يتوقف على ما ستسفر عنه مناقشات غدا وما سيتقرر وفق هذه المناقشات إلى الآن نحن كأعضاء مجلس نواب لا نعرف ما هي هذه القوى القاهرة التي جعلت المفوضية تتوقف عن استكمال العملية الانتخابية سنناقشها وسنضع وسنرى ما مدى إمكانية الحلول لهذه المشاكل والوقت الذي تتطلبه أعتقد أن القوى القاهرة هي مشاكل كبيرة جدا لا أعتقد أنها ستحل في بضع أيام او حتى الشهر كما حددت المفوضيه الموعد المقبل ولكن اعتقد انها خلال ما يتسرب ربما تحتاج إلى بضعة أشهر وهنا يتوقف الأمر على يعني مصير الحكومة أعتقد هناك رغبة كبيرة لدى أغلب أعضاء مجلس النواب أن هذه الحكومة لأنها أصبحت جزء من المشكلة وهي الآن يعني الانتخابات وهذه المشاكل التي واجهت المفوضية هي تحتاج إلى حلحلة من السلطة التنفيذية وهذه الحكومة عاجزة تماما عن حلحة هذه المشاكل سواء كانت أمنية وغيرها للأسف وهي من أوصلتنا إلى هذا الانسداد لذلك لن يكون هناك اي يعني حل لهذه المشاكل على الارض ما لم تتغير هذه الحكومه وتكون هناك حكومه قويه تستطيع ان تحل هذه المشاكل خاصه الامنيه. طيب يعني ده وجهه نظرك في مساله الحكومه، طب هل تغيير الحكومه سهل؟ يعني يعني هل هل ماذا لو رفض عبد الحميد دبيبة يعني قال لك انا ساكمل حتى الشهر 7 القادم وهذا ما نص عليه خارطه الطريق في جنيف. وانا متمسك بالحكومه ولن اسلمها الا حكومه منتخبه ما كيف سيكون التعامل مع هذه النقطه لا هو مستقبل ليبيا وقرار ليبيا ليس راهين لسيدة البيبر الذي جاء من خلال حوار مشبوه حوار 75 ولا ايضا برغبه بريطانيا ولا غيرها قرار ذلك يتوقف على الليبيين والليبيين الان ممثلين في مجلس النواب الذي يمثل كل الليبيين هو من سيقيم هذه المشاكل وسيرى امكانيه حلها نحن الانتخابات ليست هدف في حد ذاتها الهدف هي ان تكون هذه الانتخابات يعني ناجحه ومقبوله و وتستطيع ان تحدث شيء، اما ان فقط نحدث انتخابات ولن تقبل ونكون هناك يعني الان من خلال هذه الاستعراضات استعراضات ميليشيات وربما حتى دبي يستقوي ببعض الميليشيات من خلال دفع الاموال لها او حتى من خلال ربما شخصيات او حتى بدول، هذا الامر لا لن يؤتي يعني لن يؤتي بنتيجه الى ليبيا، نحن نحتاج الى تهيئه المناخ لانتخابات نزيهه مقبوله رئاسيه وبرلمانيه ولكن هذا الامر يحتاج بصراحه الى حل بعض المشاكل، هذه المشاكل كان على الحكومة أن تحلحلها منذ أن جاءت للأسف الشديد هي لم تعمل عليها، أمضت حوالي سبعة وثمان أشهر كلها في استنزاف الأموال بدون أن تلتفت إلى خارج الطريقة التي كانت في يعني تتضمن مهام أساسية للحكومة لتصلنا إلى انتخابات مقبولة، بالعكس هذه الحكومة برئيسها سيدة بيبة بتزويره وبالفساد الذي يشوب هذه الحكومة وبمشاكل كثيرة هو من أوصلنا إلى هذا الانسداد الآن أصبح هو جزء من المشكلة، نحن نريد انتخابات مقبولة نزيهة تطبق فيها القوانين بطريقة صحيحة، للأسف حتى القانون يعني حدثت أخطاء ومشاكل في تطبيقه ربما بسبب الفساد. طيب سعادة النائب هل تتوقع أن النصاب غدًا يكتمل؟ لأن البعض يقول ربما لا يكتمل النصاب. لا النصاب موجود هو هو اولا يعني النصاب اصلا هي الجلسه معلقه هذه من ناحيه ومن ناحيه ثانيه يعني اختيار حكومه جديده لا يحتاج الا لنصاب النصف زائد واحد وهو متوفر حوالي 86 او 87 نائب متوفر الان العدد في فوق ال الحكومه هذه منزوعه الثقه ربما يعني غدا هناك شبهه فيما يتعلق بنزع الثقه نزع الثقه سعاده النائب يعني بس اريد ان افهم هل الحكومه ولا هتناقشوا بس القلعه لا المتحدث. جلسه الغد جلسة الغد فقط ساعتقد انه الوقت لا يكفي لمناقشة موضوع الحكومة ربما طيب. نتمنى ان حتى يعني موضوع العوائق او القاهرة التي واجهت الحكومة تحتاج الى مناقشة وقرارات يعني بعد طيب. مناقشات مستفيضة وذلك بالكاد جلسة الغد تغطي هذا الأمر. طيب تغطي هذا الأمر، ماذا لو عرض عليك عاوز رأيك كنائب في البرلمان انه الانتخابات تؤجل ثلاث شهور ولا ست شهور ولا سنة ولا سنة ونصف يعني تأجيل بالشهور ولا تأجيل بالسنين لأنه الاثنين مطروحين في إطار التوقعات يعني هو ذكرت لك أن ما يعني يتوقف هذا الأمر ما هي القوى القاهرة وما مدى حلاتها يعني الكل يعلم أن هناك مشاكل على الأرض خاصة الأمنية وجود المرتزقة وهذه كلها يعني مناه غير مناسب لانتخابات نزيهة وأيضا تهديدات التي يهدد بها البعض وكثيرون طبعا هددوا من البداية أن هذه الانتخابات الرئاسية لن تتم إلا على جثثهم وهم مستقوين بقوة أجنبية وبميليشيات على الأرض وهم يحاولون بقدر الإمكان أن يعرقل هذه الانتخابات ما لم تحل هذه المشاكل وهذه المشاكل تحتاج الى بضعه اشهر على الاقل عندما نعم. نقول بضعه اشهر يعني لا تقل عن سته اشهر طيب طب, طب سعاده النائب خالد المشري يقول انه والله لو لم ينسق البرلمان مع مجلس الدوله واتخذت اي قوانين فهي غير معترف بها والله هذا امر اخر فليعرض الامر غدا على القاعه واذا رات القاعه ان تعود الى التنسيق الفاشل مع السيد المشري ومجلس الدوله فالقرار لقاعه مجلس النواب انا قناعتي شخصيا ان هذا المجلس معرقل وهو لا امكانيه يعني كل التجارب السابقه اثبتت لا امكانيه للتوافق معه ولكن اذا راى مجلس النواب ذلك فالقرار لمجلس النواب طيب قانون الانتخابات هل هو مطروح للتعديل ولا فقط تاريخ اجراء الانتخابات هو المطروح غدا يعني لا القانون أعتقد أنه ليس لا إمكانية هناك حتى قانونية لأو لعادة نظر في القانون القانون لا توجد به إشكالية الكل أمتثل لهذا القانون ما حدث هو ربما في بعض الشخصيات هو سوء تطبيق للقانون بطريقه او باخرى ربما وهذا معروف، اما الان المعارقين التي واجهت المفوضيه نحن حتى الان لم نطلع على التقرير وسنطلع على التقرير ونتمنى ان تكون الامور يعني مهيئه ولكن الكل يعلم كما ذكرت لك ان هناك مشاكل اذا لم تحل حل واذا لم يوضع لها حد وهو هذا كان واضح في وخارط الطريق للاسف يعني حوار جنيف لم ينجح الا ربما في خمسه زائد خمسه هم من قطعوا شوط ربما يعني مقبول او جيد جدا اما باقي المسارات للاسف لا الاقتصاديه ولا السياسيه نجحت يعني اسفرت عن حكومه سيئه جدا أسوأ ما لا. أكون يكون لم يمر على تاريخ ليبيا وربما اي دوله في العالم أسوأ من هذه الحكومه هذه الحكومه جاءت بمهمه خاصه ولم تمارسها بل انحرفت وذهبت الى استنزاف اموال ليبيا ويبدو انها بعزم من دول خارجية لا تريد أن تتزحزح إلى أن تستنزف كل أموال ليبيا الجلسة غدا برئاسة السيد عجيلة صالح يعني هل السيد عجيلة صالح عاد إلى منصبه وإلى عمله بشكل رسمي؟ لا أعتقد جلسة الغد سيكون فيها السيد عقيل صالح ربما م. سيلتحق لاحقا إذا تأجلت هذه الانتخابات وهو إلى الحد الآن ملتزم بالقانون الذي ينص على ألا يكون للمترشح أي علاقة بالمنصب وإذا تأجل هذه الانتخابات نتوقع ربما أن يعود إلى عمله. طيب بالنسبة للجلسة جلسة ممتدة يعني يعني واضح نحن أمام يوم أو يومين لأنه كما قلت أنت جلسة في يوم واحد يعني يا دوب هتناقش موضوع الانتخابات فماذا عن الحكومة وربما يكون هناك جدل كبير في الحكومة. لا هو من المعتاد وفق اللائحة أن الاثنين والثلاث ستكون هناك جلسات نعم. إذا قرر المجلس النواب مد هذه الجلسات لأيام أخرى فهذا قرار عائد لمجلس النواب أما الجلسات سيكون يومي الاثنين والثلاثاء تركيبة البرلمان يعني البعض يقول نواب طرابلس ربما يكونوا مع موقف عبد الحميد بيبا داعمين له بشكل أو بآخر القوة في البرلمان لهؤلاء النواب ولكم أنتم كنواب يعني ك... ك... لمصلحة من يكون الغلبة؟ لا للأمانة هو نحن لا نظلم نواب الغرب إذا حطيناهم في سلة واحدة، نواب الغرب هم كثيرين منهم مع نفس توجه التوجه الوطني الذي نعم يعني ندعنا نحن فيه وهو ليس ليس مع نعم. توجه اخر نعم. والان اعتقد جازما ان اغلب اعضاء مجلس النواب هم وفق يعني مع التوجه الوطني الذي يريد حل لمشكله ليبيا من ناحيه ولكن يكون هذا الحل منطقي ومقبول هذه الانتخابات يجب ان تكون نتيجه مقبوله ويجب ان تحل المشاكل التي على الارض الان لكي تنجح هذه الانتخابات اما الكلفه وربما هناك من يريد ان يكلفه وربما هناك حتى حتى من قبض الثمن يعني لافساد هذه الجلسات والانتقال الى سيناريوهات اخرى، كل شيء متوقع لكن انا اثق في اغلب زملائي النواب انهم مع توجه الوطن الذي يريد حلول منطقيه وعد. ومقبوله وصحيحه. شكرا سعاده النائب جبريل لوحيده وهو عضو مجلس النواب الليبي سعاده النائب شكرا جزيلا لك. سأكمل نقاشي الحقيقة في هذا الموضوع معي من طرابلس المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية سيد سنوسي إسماعيل سيد سنوسي أهلا بك استمعت إلى ما قاله سعادة النائب جبريل وحيدة وبالتالي أنا في إطار توقعات أناقشك في المتوقع أولا في مسألة الحكومة يعني واضح أن احنا دخلين في صدمات تحت عناوين كثيرة صدمات في توقيت الانتخاب صدمات في قانون الانتخاب صدمات في الحكومة هل ممكن السيد عبد الحميد بيبا يسلم الحكومة وهل تتحول إلى حكومة إنقاذ وهل يمكن أن يكون هناك ما يترتب عن ذلك من صراعات ما بين الليبيين تحية لكم طيبة ولكل السادة المشاهدين في اعتقادي بأن ما أمام البرلمان بشكل عام مع تعدد السيناريوهات لكن هناك خياران أمام البرلمان الخيار الأول هو المحافظه على خريطه الطريق آه التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي في جنيف. هذه الخريطه طبعا آه تنتهي بالانتخابات والانتخابات آه يعني معروف انها كانت موعدها في 24 ديسمبر ولم تتمكن المفوضيه من آه انجاز هذا الاستحقاق بسبب يعني مساله اعلان القائمه النهائيه للمترشحين للرئاسه. فهذه فهذه المشكله لا تزال قائمه الى الان بكل تاكيد مجلس النواب اذا اراد ان يحافظ على خريطه الطريق في اعتقادي بانه اما ان ياخذ بخيار المفوضيه او مقترح المفوضيه بتاجيل الانتخابات الى 24 يناير وان ياخذ هو زمام المبادره في لتعديل قانون الانتخابات الرئاسيه وضبط الثغرات الموجوده فيه نعم. بحيث يمكن تطبيقه احتراما لخريطه الطريق التي تم الاتفاق عليها في جنيف طبعا هذا خيار ربما يكون هناك تأجيل الموعد لأشهر لدينا فرصة إلى شهر ستة القادم شهر يعني 6 القادم يونيو القادم هذا يعني نهاية خريطة الطريق هكذا نصت الخريطة منذ البداية من نعم. سنة إلى ثمانية عشر شهر طبعا هذا خيار الخيار الثاني وهو الدخول في خريطة طريق جديدة ومجلس النواب ربما اتخذ لهذا الاحتمال احتياط بأن شكل لجنة شكل لجنة برلمانية نعم. تكون من عشرة نواب. أعتقد هؤلاء تلك اللجنة يقع على عاتقها أن تعرض خريطة الطريق على مجلس النواب. طبعا هنا سندخل في المسائل الاخرى وهي هل مجلس النواب منفردا يطرح خريطه طريق؟ انا في اعتقادي لا، يعني لا يستطيع ان يطرح خريطه طريق جديده، انما مجلس النواب يستطيع ان يتمسك بالخريطه الاولى والتي تم الاتفاق عليها والتي الان نحن في اخر خطوه فيها وهي الانتخابات. هنا ممكن نستطيع أن نقول بانه لا يعني لا يكون هناك جدل كبير حول مساله بقاء الحكومه حكومه الوحده الوطنيه كما هي من عدمها في حاله تحديد موعد انتخابات قريب على الاقل يكون بعد شهر او شهرين هذا ممكن جدا وهذا وهذا يحتاج الى تعديل لقانون الانتخابات الرئاسيه لكي يتم ضبط القائمه النهائيه لكن لكن يتوافق مع الخريطه ومع القانون الذي يطرحه مجلس الشق المتعلق بالانتخابات يعني آآ آآ لكن الشق المتعلق بالحكومه طيب ان بقيت الحكومه حتى شهر 6 نهايه الطريق هل يبقى عليها السيد عبد الحميد بيبه كما هو يعني ام يجب تعديله او تغييره؟ هذا امر يتعلق بمساله قانون الانتخابات في اعتقادي ان قانون الانتخابات اذا ما تم ضبطه على خلفيه وعلى اساس خريطه الطريق فهنا يعني لن يكون دبيبه من ضمن القائمه النهائيه للمترشحين، يمكن له ان يكمل اللي هو رئاسته للحكومه الى ان تنتهي الانتخابات. لكن اذا حدث امر اخر فهنا, فهنا ندخل في خريطه طريق جديده. يعني ان دبيبه لا يمكنه ان يدخل في خريطه اللي هو اقصد قائمه المترشحين النهائيه الا اذا كان هناك خريطة طريق جديدة أو تأجيل طويل للانتخابات هذا ممكن لكن غير ذلك أعتقد بأن ال الذي ينبغي أن يكون أو الذي نقول أن هناك ضغوطات حتى دولية عليه أنتم في, في ربما في أخباركم أو في تقاريركم ذكرتم بأن الغرب والولايات المتحدة يدعمون بقاء حكومة دبيبة لا هو الأمر ليس هكذا ربما السفيرة البريطانية فقط التي تحدثت عن ذلك بشكل يعني ربما استفز حتى الرأي العام الليبي ولكن باقي الدول تكلمت عن انه ينبغي الحفاظ على خريطه الطريق وينبغي ان يكون هناك موعد انتخابات يحدده مجلس النواب في فتره قريبه وان يضبط القوانين ويغطي الثغرات التي تسببت في تاجيل الانتخابات، هذا هو اعتقد ما ما الحت عليه الدول الغربيه التي اعتقد بانها تدفع في هذا الاتجاه بان يكون هناك موعد انتخابات قريب نعم. الا يخرج عن ذلك السفير البريطانيه التي تحدثت يعني عن الحكومه على تربيها بها وعن مش عارف نعم. المهم هذه هذه اعتقد حاله خاصه وربما يكون رئيس السفيره وليس راي المملكه المتحده الى حد الان لم يتضح ذلك واحد. جليا باعتبار انه لم يتحدث احد في هذا الشان مع الحكومه البريطانيه انما هناك احتجاجات فقط على ما صرحت به السفيره سنوسي اسماعيل شكرا جزيلا استاذ سنوسي توقعت وزارة الصحة الأردنية ازدياد أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون خلال الفترة المقبلة وأعلنت عن تسجيل 295 إصابة جديدة بالمتحور الجديد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة بأمكرون ظهرت عليهم أعراض خفيفة لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات مؤكدة أن متحور أوميكرون سيكون الفيروس السائد في البلاد كما أكدت الوزارة أن أول جرعة من دواء فايزر لعلاج فيروس كورونا ستصل الأردن نهاية مارس المقبل قالت صحيفة نيويورك تايمز إن معظم اللقاحات حول العالم قد لا تمنع الإصابة بمكرون على الرغم من أنها توفر حماية كبيرة ضد الأعراض الخطيرة للمتحور الجديد. أصبت بكورونا سابقاً أو لم تصب، تلقيت اللقاح أو لا زلت متردداً؟ يبدو أن متحور أوميكرون لا تعنيه هذه التصنيفات. ويصر على مواصلة انتشاره غير المسبوق حول العالم، مسجلا ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات. في الأثناء، يستمر العلماء في رحلة بحثهم لفهم العلاقة بين أوميكرون واللقاحات. بحسب نيويورك تايمز، أشارت أبحاث أولية إلى أن لقاحات كورونا المستخدمة في معظم أنحاء العالم، قد لا تقدم تقريبا أي حماية ضد الإصابة بأوميكرون. تقول نيويورك تايمز إن لقاحات فايزر وموديرنا بجرعاتها المعززة حققت نجاحًا أوليًا في منع الإصابة بأوميكرون، وذلك لاعتمادها على تقنية "MRNA" الجديدة، لكن هذه اللقاحات غير متوفرة في معظم أنحاء العالم وتتابع نيويورك تايمز أن الأبحاث المبكرة أظهرت أن لقاحات أسترازينيكا وجونسون جونسون بالإضافة إلى لقاح سبوتنيك لا تفعل شيئاً يذكر لوقف انتشار أوميكرون، وذلك بسبب اعتمادها على الطرق القديمة لتحفيز الاستجابة المناعية. وبحسب الصحيفة، يشكل لقاحا سينوفارم وسينوفاك الصينيان ما يقرب من نصف اللقاحات التي تم تلقيها حول العالم، إلا أنهما وفقًا لنيويورك تايمز لا يوفران الحماية من الإصابة بأوميكرون لكن الدراسات تجمع على انه حتى الان لا تزال اللقاحات قادره على توفير درجه كبيره من الحمايه ضد الاعراض الخطيره لاوميكرون، وهو ما يمثل الهدف الاكثر اهميه في المرحله الحاليه. نور الحصن الحدث. سأناقش هذا الموضوع مع ضيفي من عمان مستشار العلاج الدوائي السريري للامراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، دكتور ضرار اهلا بك. خلينا نبدا بالشق اللي فيه تفاؤل يعني اه 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 احتمال وصول جرعه من دواء فايزر اه يصل الى الاردن اه اه قريبا يعني اه يعني الى اي حد هل فعلا في ده علاج قبل ان يكون هناك في اه يعني اه 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 يعني مصل واقي او شيء من هذا القبيل تحياتي يا سيدي لك وللمشاهدين الكرام نعم الحقيقه الخبر الجيد والاضاءه للمشاهدين الكرام ان هناك دواءان تم الموافقة, علي... تم الموافقه عليهما من قبل الغذاء والدواء الامريكيه الدواء الاول هو دواء ميرك مولنو بيرافير والدواء الثاني فايزر باكسلوفيد والدواءان هما يعالجان الحالات الخفيفه الى المتوسطه قبل ان تتدهور الى الحاله الحرجه او لا سمح الله دخول المستشفيات والوفاه وهذان الدواءان شركة ميرك أعلنت عن تنازل للملكية الفكرية للدول ذات الاقتصادات المتوسطة والمتدنية ولذلك فهو متوافر الحقيقة أما الباكسوفيد لشركة فايزر أنا بتوقع أنه يعني سيتأخر وصوله إلى الدول العربية والدول شرق آسيا يمكن إلى منتصف حقيقة 2000 و 22 لأن هناك طلب عليه كثير من الولايات المتحده الامريكيه واوروبا وبريطانيا نعم علاج لأوميكرون فقط ولا ينفع لبقيه الـ الـ الكورونا يعني؟ لا هو ع... هما علاجان مضادان للفيروسات نعم فهو يعني 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 ياتي بفاعليه ضد كل متحورات كورونا طيب بالنسبة للتخويف يعني أوميكرون إلى حد حالات تزيد لكنه ليس في شراسة المرض العادي يعني هل فعلا هو بهذا الشكل؟ سيدي متحور أوميكرون مثله مثل المتحورات الأخرى لم تثبت أي دراسة أن أن المتحورات كانت أكثر شراسة من فيروس ووهان الأصلي الوايلد تايب الحقيقة هو الفيروس يتحور حتى يزيد من انتشاره حتى تزيد قدرته من الالتصاق بالخلايا وبالتالي عدوة الشخص وهذا ما كنا دائما نقوله أن الطفرات ليست بصالح الفيروس وبالتالي فإن الفيروس يضعف نعم بزيد انتشاره وهنا مربط الفرس ليش إحنا عاملين قصة وخايفين من أوميكرون ليس لشراسته نعم. ولكن لكن لقدرته على الانتشار وبالتالي قدرته على الوصول إلى الفئات ذات الاختطار العالي وبالتالي الدخول إلى المستشفيات والوفيات لكن دكتور لا يحتاج إلى لقاح خاص بمكرون يعني لقاح كورونا يعني يؤدي نفس النتيجة في وقفه وتحجيمه يعني يعني سيدي كقاعده عامه يجب على كل من يسمعنا من لم يتلقى جرعتي اللقاح ان يتلقى جرعتي اللقاح ومن مر على يعني جرعته الثانيه سته اشهر ان يبادر باخذ الجرعه الثالثه ما م. في شيء اسمه انه اللقاحات يعني سمعت انا في تقرير حضرتكم انه والله في لقاح سينوفارم ولقاح سبوتني كذا لا تفعلان شيئا هذه معلومه ليست دقيقه كل اللقاحات فعاله وامنه بنفس بأن النسب المناعه ليست فقط اجسام مضاده بنفس النسب الصين نفس نسبته قليله ولكن شويه يعني يعني هو هو يا سيدي هاي بدها يعني لقاء كامل نتحدث عنه احنا قمنا بدراسه كبيره في الاردن نعم. وهي اول دراسه في العالم قارنا فيها بين اربعه انواع من اللقاحات فايزر استرازينيكا وسبوتنيك 5 وسينوفارم وحنعلن عن هذه الدراسه ان شاء الله قريبا، كانت نعم. كل اللقاحات فعاله وامنه ولكن الخطا اللي بصير انه دائما يقارنون بالاي جي جي اس يعني هم بيحسبوا الاجسام المضاده على الاس بروتين وهذا من الاجحاف لانه ممكن سينوفارم يعطيك نعم. تي سيلز خلايا تائيه، ممكن سبوتنيك واسترازينيكا يعطيك تي سيلز، الشاهد من الحديث ان كل اللقاحات فعاله وامنه نعم. وتوصياتنا للشركات المصنعه انه بقى ان الوقت ان نحدث يطمنك يعني هذا هو الدراكة. المفتاح شكرا المفتاح جزيلا الدراكة. اسف وقت انتهى دكتور درار بلعوي شكرا, شكراً لك يا جزيلا سيد. لك وصلنا الى الختام لكم دائما في الختام تحياتي والى اللقاء